لو اجيت قلت انا لو عملت كذا ما بيصير كذا، لو عملت كذا كان ما صار كذا. طب اسمع قول الله عز وجل، ربنا بيقول لك، بس هاي مش راح يحس فيها الا المؤمن، الا الانسان اللي موكل امره الى الله عز وجل. ربنا بيقول ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. اي شغله بتشوفها في الدنيا من مصيبه، اي شغله انت بتعتقد انها مصيبه، هي مسجله عند الله عز وجل قبل ان يبرا السماوات والارض. مكتوب في خلق الله عز وجل انه راح يصير كذا وكذا، وراح بالساعه الفلانيه والسور الفلاني والولد الفلاني، ويتحير الاطباء ثم يبرا باذن الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، ومن قبل أن نوجد السماوات والأرض، إن ذلك على الله يسير. طيب يا رب لماذا كتبت؟ قال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، شان لما شغل تروح عليك بتقول لو عملت هيك كان صار هيك. لا تأس على ما فاتك، ولا تفرح بما آتاك، ولا تفرحوا بما آتاكم، عشان لما ربنا يرزقك ربحة واللي يجيك مال ما تقول لأنه أنا شاطر، إنما أوتيته على علم عندي زي ما قال قارون، عشان ما تندم على اللي راحك ولا تفرح تبطر يعني باللي إجاك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. معناته المصائب اللي تشوفها بالدنيا مقدرة. أيوة مقدرة، مكتوبة من زمان، هي الآن بتظهر لكنها مكتوبة. إجاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، حبيبه من أهل الدنيا، حبيبه يمكن زوجته، حبيبه يمكن زوجها، حبيبه يمكن جاره، حبيبه يمكن رفيق الصبا، حبيبه يمكن شيخه، حبيبه يمكن معلمه في الشغل، حبيبه. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة. قال لك يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. لما يكون واحد أهل بلاء وثابت وصابر ويقول الحمد لله، يوم القيامة بصير اللي كانوا معافين بالدنيا يقول لك يا ريت كنت زيه في الدنيا. احنا بنقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. احنا صح بنقول يا رب إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، لكن هذول اللي ربنا ابتلاهم بفقر، ابتلاه بدين، ابتلاه بشيء من مصائب الدنيا، هذول اللي بقول لكم الصبر. الصبر هو سيفتح لك باب الفرج، الصبر هو الذي سيسجل لك جبال من الحسنات، الصبر هو الذي سيجعلك حبيب الرحمن. عمران بن الحسين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان به مرض، كان به مرض وكان شديد الصبر لدرجة أنه كان كلما تألم يقول لك الحمد يا رب، عذب ما شئت من جسدي فلن تسمع مني إلا لك الحمد يا حبيبي. كان مبتلى بالمرض يقول له لك الحمد، عذب ما شئت يا حبيبي فلن عذب ما شئت من جسدي فلن تسمع مني إلا لك الحمد يا حبيبي. كانت النتيجة أنه كان يرى الملائكة، كان يشوف الملائكة لكثرة ما كان يقول يا رب لك الحمد. إحنا الدنيا كلها يا أخوان إذا ما فيها صبر تفقد لذتها، ودائما أبدا لو كل الدنيا حلاوة وبقلاوة ومسهل الأمور ودائما نجاح ودائما فلوس ودائما صحة ودائما عافية ودائما ودائما ودائما، كان الإنسان بطغى. لكن ربنا بيعطيك شوية رشحة من هون، بيعطيك شوية ألم من هون، بيعطيك شوية تنغيصة من هون، بيعطيك شوية كذا من هون، عشان ترجع تقول يا ربي لك الحمد، عشان ترجع تقول يا ربي لك الحمد، عشان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تشعر بطعم النعمة
اللي انت عايش فيها. وبشر الصابرين، ربنا بيقول وبشر الصابرين.